بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، شعراء وكتاب وباحثي وفناني ثقافة الطفل. كل سنة وأنتم طيبين، وأهلا بكم في نافذة جديدة. النهاردة هنستكمل كلامنا عن شعر الأطفال، بس عندي ملاحظة عايز أقولها في بداية الحلقة. أنا لو صوتي مش واضح يا ريت تكتبوا لي إن صوتي واضح ولا لا. لاحظتها في الفترة الأخيرة إن في ناس دخلاء على هذا المجال للأسف الشديد. يؤسفني جدا أن أقول هذه الملاحظة، لكن حبيت ألفت نظر الناس إن في ناس بالفعل أصبحوا دخلاء على هذا المجال ولا يكتفون بذلك، بل ينتقدون كل من يكتب للأطفال، وكأنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الكتابة للأطفال. نفتش في أنفسنا أولا، نحاول أن نطور من كتابتنا ومن إبداعنا، لأن لا أحد يمتلك اليقين ولا أحد يستطيع أن يقول عن نفسه أنه كاتب ما فيش زيه. لا، كلنا بنتعلم كل يوم، بنتعلم من الأطفال قبل أن نتعلم من الكبار. فأن أنصب نفسي ناقدا وأنقد كل الكتاب وأقول إن أنا بقرأ قصص دون المستوى في المجلات وبقرأ قصص منشورة في كتب دون المستوى، هذه طاقة سلبية. دعونا نعطي لبعضنا بعضا الطاقة الإيجابية. نحن في مسيس الحاجة لمثل هذه الطاقة الإيجابية، لأن كل من يعمل في هذا المجال في أدب وثقافة الطفل هو بطل، هو جندي مجند للدفاع عن هذا الوطن، لأنه يثقف جيل جديد سوف يحمل لواء هذا الوطن بعد ذلك. فاحنا محتاجين ان احنا نطبطب على بعض، محتاجين ان احنا لما نقرأ حاجة كويسة نقول برافو. انا شخصيا لما بقرأ حاجة كويسة يا اما بكتب عنها على صفحتي، يا اما بتصل بصاحبها، يا اما بكتب له على الخاص ان انا قريت حاجة جميلة. وده اقل شيء ان احنا نوصله لبعضنا البعض. دعونا من هذا ونبدأ هذه الحلقة. وحبيت إن أنا أبدأ هذه الحلقة أيضا بخبر أسعدني أنا شخصيا وأسعد كل كتاب ومهتم أدب وثقافة الطفل في مصر ويمكن في العالم العربي، بإن دكتورة إناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية أقامت مؤتمرا صحفيا أول أمس بدار الأوبرا المصرية وأعلنت عن جائزة جديدة للدولة، وهي جائزة المبدع الصغير. هذه الجائزة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. طبعا ده خبر جميل جدا أسعدنا نحن المهتمون بأدب وثقافة الأطفال، لأن ده هيدي دفعة كبيرة جدا وتنافس شريف بين أبنائنا لكي يحصلوا على مثل هذه الجوائز. والجائزة مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى من 5 سنوات إلى 12 سنة، والفئة الثانية من 12 إلى 18 سنة. القيمة المادية بتاعتها 40,000 جنيه، والجائزة هتبقى مقسمة بين الفئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية، وهتبقى في كتابة القصة وفي الشعر وفي المسرح وأيضا في الموسيقى، وخاصة تشلو يعني كآلة وترية، وأيضا في الابتكارات الحديثة. كنا بنحلم بمثل هذه الجائزة أن تضاف إلى جوائز الدولة. شكرا لوزيرة الثقافة الدكتورة
أنس عبد الدايم على هذه الجائزة، وشكرا أيضا للسيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية على هذه الجائزة الهدية لأطفال وأبناء مصر. أيضا، وإن كنت أحب أنوه أيضا، إن احنا محتاجين يا وزيرة الثقافة جائزة للتفوق لكتاب وشعراء أدب الأطفال، لأن يمكن السنة الماضية تم ترشيح الكاتب الكبير الأستاذ يعقوب الشاروني من اتحاد كتاب مصر للجائزة التقديرية، والحمد لله أنه فاز بهذه الجائزة. محتاجين كمان يبقى فيه جائزة للتفوق لكتاب أدب الأطفال مثلهم مثل كتاب الكبار، لأن الكتابة للأطفال في ظني ليست كتابة هينة، كتابة صعبة، يعني محتاجة لموهبة كبيرة وموهبة استثنائية. عايز أقول حاجة كمان، يعني زي ما قلت في البداية، إن إحنا محتاجين إن إحنا ندي لبعض طاقة إيجابية، إن لما حد يعمل حاجة كويسة نقول له شكرا أنت عملت حاجة كويسة، وبنبقوا محتاجين ده كلنا في لحظة من اللحظات أو في وقت من الأوقات، إن اللي أنا بعمله ده هل له مردود جيد لدى الناس ولا ملوش؟ هل بالفعل أنا بعمل حاجة كويسة بتفيد الناس، ولا أنا بضيع وقتي ووقت السادة المستمعين؟ أنا أتاني بعض الرسائل وبعض التعليقات، لأن أحب إن أنا أشكر أصدقائها، يعني أصحابها من خلال هذه النافذة. جاني من الفنان العراقي رزاق السلطاني، وأنا ما بعت طلب صداقة منذ فترة للفنان رزاق السلطاني، بعت لي رسالة على الخاص، قبل الصداقة وبعت لي رسالة وقال لي: على فكرة يا أستاذ عبده، أنا لا أقبل صداقة أحد، نادرا ما أقبل صداقة أحد، وإن أصدقائي قليلين جدا، وأنا بنتقي أصدقائي، لكن أنا سعيد جدا بصداقتك. فأنا طبعا شكرته، والحلقة الماضية علق تعليق أحب أقرأه لحضراتكم، بيقول: سبق وتحدثت مع بعض الإخوة العرب عبر التواصل عن أدب وثقافة الأطفال في الوطن العربي. فعلا كما تفضلت في حديثك عن الدعم من قبل وزارات الثقافة بترجمة أدب الطفل ضمن مشروع عربي متكامل، ولكن للأسف من خلال عمل المهني، هو بيعمل طبعا رسام لكتب الأطفال ورسام من الرسامين التقال، أن هذا النوع من الاختصاص مهمش تماما في بلادنا العربية، لأن الطفل العربي مهمش تماما، ولم يكن ذلك الدعم بالشكل المطلوب لينهض الفنان بتقديم العطاء المطلوب من قبل دولتنا العربية، بغض النظر عن دول الخليج التي تهتم نوعا ما بهذا المجال. طبعا للأمانة الشديدة، إن الخليج العربي وخاصة الشارقة تهتم اهتماما كبيرا بأدب وثقافة الطفل، وعندهم مهرجان مهم جدا اسمه مهرجان القراء، يقام كل عام، للأسف الشديد تأجل العام الماضي ولم يقام، ولكنه من المهرجانات الناجحة جدا. أنا شاركت في أحد دوراته عام 15 2015، وللأمانة الشديدة وجدت تنظيم كبير جدا على مستوى عالي، مشاركات من جميع أنحاء العالم، سواء العالم العربي أو الدول الغربية، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها من الدول، استفدت استفادة كبيرة جدا. الوفد المصري كان وفد مشرف، أنا كنت أحد أعضاء هذا الوفد، ونتمنى أن تنتقل هذه العدوى الإيجابية
إلى بقية الدول العربية وأن يقيم وأن يعود مرة أخرى. ومن هنا أناشد السيدة الدكتورة إيناس عبد الدين وزيرة الثقافة أن تعيد مرة أخرى معرض كتاب الطفل الذي كان يقام في الماضي في فترة طويلة من الفترات، وكان فيه اهتمام كبير جدا به. نتمنى أن يعود مرة أخرى في أبهى صورة كما كان، لأنه حاجة مهمة جدا لأطفال مصر ولكتاب الطفل المغبون حقه. طبعا أنا بشكر الأستاذ الفنان رزاق السلطاني على هذه الرسالة أو على هذا التعليق الإيجابي. أيضا صديقي الكاتب والمترجم أحمد العراقي، أيضا أحمد فاضل، بيشكرني وبيقول: غالينا وكاتبنا الكبير عبد الزراع المحترم، شكرا لكل ما تقدمه تعزيزا للفكر والثقافة العربية، خالص تقديري واحترام. أنا قلت إن إحنا محتاجين كلمة إن إحنا نقول لبعض شكرا، إن إحنا بنقدم حاجة يعني ممكن تكون مفيدة لبعض الناس. بنحتاج ده من وقت إلى آخر. طبعا أنا بعمل ده لوجه الله، مش محتاج أي شيء من أي حد، إلا أنني بؤدي هذه الرسالة مؤمنا بها، وإن أنا عندي شوية حاجات عايز أقدمهم للناس فقط لا غير. صديقي الشاعر محمد عبد القوي، رئيس فرع اتحاد الكتاب المنيا، أيضا علق تعليق بيقول: بالتوفيق يا غالي، استمر وكمل الحلقات دي للتاريخ يا غالي، ربنا يوفقك وتعيش وتمتعنا. أنا بشكرك يا محمد، وربنا يطول في عمرك، وإن أنا فعلا يعني أستطيع أن أقدم أي شيء إيجابي من خلال هذه النافذة، فده في حد ذاته مكسب كبير جدا ليا. الكاتبة الصديقة سهام عثمان من أكثر المتابعات لهذه النافذة، وكل حلقة بلاقيها موجودة وبتشارك وبتبعت كومنتات وتعليقات، وأنا سعيد جدا بسهام وبشكرها على متابعتها لهذه النافذة. أما الصديق الشاعر محمد الحمالي، ودي كانت رسالة يعني طويلة إلى حد ما، بيقول: موضوع مهم جدا، نتمنى أن نجد اهتمام من الدرجة الأولى بالجهات المعنية بأدب وثقافة الطفل عامة وأغانيه خاصة، وأننا لا نجد مساحة هامشية توجه للطفل في مناسبات قليلة، بل يجب أن تكون مساحة فعلية متواجدة ولها قنواتها المتخصصة، إذاعة وتلفزيون على مدار الساعة. وفقكم الله أديبنا الرائع. بشكر الشاعر محمد الحمالي، وبالفعل حقيقة إن احنا محتاجين لقناة متخصصة للطفل. كان عندنا قناة الطفل والأسرة، وللأسف الشديد تحولت إلى على ما أعتقد قناة العائلة أو ما شابه ذلك. أنا شخصيا بقالي أكثر من 25 سنة في هذا المجال، لم أدعى إليها سوى مرة واحدة في بداية بثها، وللأسف الشديد إن أنا كنت رايح بزي يعني عايز أقول ببدلة جينز، وقابلتني المعدة على الباب وقالت لي: لا يا أستاذ عبد، مش هينفع إن أنت تطلع على الهوا لأنك مش لابس فورمال، مش لابس بدلة. قلت لها شكرا وما تتصليش بيا تاني. وبالفعل لم أدعى لهذه القناة مرة أخرى. وأعتقد أن الكثير من كتاب الأطفال ليس لهم علاقة بهذه القناة. فإحنا فعلا محتاجين برامج للأطفال. إحنا بنعمل برنامج اسمه حكايات المساء، قناة من خلال البرنامج الثقافي، وهو برنامج بنستضيف فيه كتاب وشعراء وباحثي أدب الطفل، وهو برنامج أسبوعي.
ومن البرامج أعتقد إن اللي لها تواجد كبير في الإذاعة المصرية أنا بقوم بإعداده وبتقدمه الأستاذة يعني المذيعة اللامعة الجميلة الأستاذة رانيا. طبعا في تعليق كمان أيضا عجبني جدا، بشكر الصديق الدكتور الشاعر أبو زيد بيومي وهو من الأصدقاء الأعزاء، بيقول: ما تفعله تأريخ مهم لأدب الأطفال وإشارات تلقي الضوء على رواد ومبدعي هذا الفن. تحياتي شاعرنا الجميل على هذا الجهد البحثي الذي يتسم بالوعي والمنهجية. أنا بشكرك جدا يا دكتور، وأنا يعني بقوم بمجهود بسيط جدا، وأنا بحب هذا المجال وأتمنى أن أستطيع أن أكمل في هذه الحلقات، لكن زي ما قلت في البداية إن إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نعطي لبعضنا بعض الروح الإيجابية. صديقتي الشاعرة والناشرة اللبنانية تمام عويدات أيضا أرسلت رسالة يعني جميلة، بتقول: حديث رائع يستحق يعني التشجيع والتقدير، دمت متألقا وناجحا. وجاتني مكالمة عبر الهاتف أسعدتني جدا من الصديقة الكاتبة، كاتبة الأطفال والشاعرة والكاتبة الصحفية أيضا، ولها باب في جريدة أخبار اليوم اسمه أخبار الأطفال، الشاعرة حسنات الحكيم. ظلت تمدح طبعا في البر في النافذة وتقول أنت بتعمل حاجة جميلة وحاجة إيجابية، وأنا شخصيا ببقى في الطريق وأنا جاية بجري بسرعة عشان ألحقك في هذا البث المباشر. طبعا هي بتجاملني أنها صديقة عزيزة يعني، وبقول لها متشكرين جدا وبشكرك من كل قلبي، لكن هذه الرسائل وهذه المكالمات للأمانة الشديدة بتعطينا دافع أن نستمر، إننا بنقدم حاجة تفيد الناس وتنفع الناس، خاصة في مجالنا هذا الذي يحتاج بالفعل إلى الطاقة الإيجابية، وإحنا مش عايزين أي طاقة سلبية للأمانة الشديدة، لكي ندفع بعضنا بعضا إلى الأمام. إحنا ما زلنا في حضرة الشعر، شعر الأطفال، وأنا هعمل بنصيحة صديقي الشاعر المبدع رجب الصاوي اللي طلب مني إن أنا أعمل بعض الحلقات عن شعر العامية المصرية. وزي ما عندنا شعراء كبار للفصحى، عندنا أيضا شعراء كبار في شعر العامية المصرية كتبوا للأطفال. أنا أخشى إن أنا أنسى اسم، وطبيعي هنسى أسماء، لكن أنا هذكر بعض الأسماء شعراء اللي كتبوا شعرا بالعامية المصرية للأطفال، وهم كثر، فهقرأ بعضهم. أولا فؤاد حداد، صلاح جاهين، سيد حجاب، عبد الرحمن الأبنودي، سمير عبد الباقي، شوقي حجاب، محمد كوشيك، محمود الطويل، ماجد يوسف، طاهر البرمبالي، رجب الصاوي، محمود الحلواني، مسعود شومان، مجدي عبد الرحيم، ناجي شعيب، مدحت العسوي، عزت إبراهيم، حامد أنور، حسنات الحكيم، أحمد زيدان، مراد عزيز، محمد عبد القوي حسن. وطبعا في شعراء أكيد أنا نسيتهم يسامحوني، لأني مش هقدر أتذكر كل هذه الأسماء. أنا هخصص الجزء اللي باقي من الحلقة دي عن عمنا الشاعر الكبير فؤاد حداد، أول من كتب شعرا للأطفال،
وهو ما سموه شعر الأطفال، هو هذه القصائد التي يعني يوجد فيها الروح الطفولية، المكتوبة ببساطة، المكتوبة عن الأشياء التي تهم الطفولة وعالم الطفولة وعالم البراءة، المكتوبة ببساطة عبر مفردات سهلة وبسيطة وعميقة وفيها خيال وفيها إيقاع سريع ونغمات سريعة وأوزان يعني على بحور قصيرة خفيفة. فؤاد حداد شاعر بحجم وطن، شاعر كبير جدا كأنه الجبل في شعر العامية المصرية. وهو أهم عتبة في شعر العامية للتفعيلة، هو الذي نقل هذه النقلة من القصيدة الزكلية إلى قصيدة التفعيلة، مواكبا بهذه النقلة ما حدث من تطور في الشعر الفصحى على يد الشاعر الشعراء أحمد عبد المحدي حجازي، نازك الملائكة في العراق، السياد، وأيضا صلاح عبد الصبور هذا الشاعر الكبير. وهذه النقلة في الشعر الفصحى كان لها أثر كبير جدا، ويمكن العقاد هذا الناقد والمفكر الكبير كان رئيس لجنة الشعر المجلس الأعلى، كان اسمه المجلس الأعلى للمواهب على ما أعتقد، أو ما كانش اسمه المجلس الأعلى للثقافة، المجلس الأعلى للفنون والمواهب، حول هذه القصائد أو هذه الدواوين إلى لجنة النثر، وقال إن ده مش شعر، وحولوا إلى لجنة النثر باعتباره ليس شعرا، وحصل معركة كبيرة جدا. ولكن بعد فترة يعني ليست بالطويلة فرض شعر الفصحى التفعيلي نفسه على الواقع العربي، وهذا ما يحدث الآن للأسف الشديد مع قصيدة نثر الفصحى ونثر العامية أيضا. هناك من لم يريد أن يعترف بها حتى الآن باعتبارها نثرا وليست شعرا، وده موضوع تاني يطول شرحه، لكن خلينا في عمنا فؤاد حداد هذا الجبل الشعري. فؤاد حداد جاي من منطقة الزجل ومحمل بحمولات الزجلية، إلا أنه استطاع أن يتخلص منها وكتب قصيدة عامية راقية محملة بمفردات فصحى كثيرة جدا، لأنه أيضا كان يعد نفسه أن يكون شاعرا للفصحى، ولكنه اختار العامية المصرية عن قناعة كبيرة جدا إنه يكتب بيها، لأنه محمل بالموروث الشعبي المصري رغم أنه شامي المولد، إلا أنه قال عن نفسه إنني مصري أكثر من المصريين أنفسهم، وقال عن نفسه أيضا أنا والد الشعراء فؤاد حداد. الله. وزي ما قلت في حلقة سابقة إن أي حد يريد أن يكتب زجلا لا بد وأن يقع في غواية بيرم التونسي، هذا الرجل الذي تفوق في هذا الفن تفوقا كبيرا وأرسى قواعده، وأصبح له بصمة كبيرة جدا، لا يمكن، لم يستطع شاعر أن يتخطى بيرم التونسي في كتابة الزكل. أيضا فؤاد حداد عنده بصمة كبيرة جدا لم يستطع شاعر آخر أن يتخطاه في عبقريته المسحراتي التي بهرتنا ولا زالت تبهرنا منذ كنا أطفالا صغارا إلى الآن، وكنا في رمضان نردد مع عمنا سيد مكاوي هذا الملحن العبقري صاحب الصوت الشجي: اصحى يا نايم وحد الدايم،
إلى آخر هذه الكلمات الجميلة، حينما يقول أيضا: بفوت وصحر وأقول وعبر، زحنا اللي زحنا، شوف قوس قزحنا، في الجو أنطر، إلى آخر هذه الكلمات الشعرية الرائعة الجميلة مصرية، يعني عايز أقول الوجدان، إنجاز أن نسميها. طبعا فؤاد حداد وسيد مكاوي لم يكتفي بأنهم يعني عملوا المسحرات مع بعض، عملوا حاجات كتيرة جدا بعد ذلك، لكن في المسحرات أيضا كان بيختم كل حلقة بختام رائع جدا، لا زال يعيش هذا الختام في وجداننا نحن المصريين والعرب، كان ليست على مستوى مصر فقط ولكنها أيضا على مستوى الوطن العربي، حينما يقول: الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا شغلتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. الله يعمنا الفنان الكبير سيد مكاوي، فعلا كلمات رائعة محملة بشحنة من العزوبة، وبشحنة من التفاؤل والشاعرية والصور المتلاحقة التي فتنتنا ونحن صغار. عمنا فؤاد حداد دفع ثمن حبه لهذا الوطن كبيرا جدا، حينما أيضا اعتقل أكثر من مرة، تقريبا على ما أعتقد أكثر من 9 سنوات قضاها خلف قضبان السجون، حبا في هذا الوطن وتفانيا في هذا الوطن، وإنه هو يقول كلمته دون ما مواربة، مؤمنا بها بدافع وطني ودافع إنساني، وإن يكون مخلص لقضية الوطن، فده وسام على صد كل شاعر مصري وعربي. فؤاد حداد كتب بعض القصائد للأطفال، وزي ما قلت في بداية الحلقة إنه ما قالش إنها قصائد للأطفال، ولكن إحنا استشفينا إنها قصائد للأطفال لأن ينطبق عليها كل مواصفات القصائد الطفولية التي تكتب للأطفال. وقبل ما يفوتنا حاجة مهمة جدا، إن هو عمل مع سيد مكاوي أيضا هذا الملحن العبقري برنامج مهم أوي اسمه من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة، كان بيحكي فيه تاريخ القاهرة فين بقى إمتى، في فترة بعد نكسة 67 مباشرة، وانتوا عارفين حضراتكم ان بعد النكسات عموما بيبقى في روح احباط مسيطرة على الشارع ومسيطرة على الناس، فهذا البرنامج ساهم بشكل كبير جدا في روح في رفع الروح المعنوية لدى المصريين والعرب في ذاك الوقت. والتقت طبعا عمنا فؤاد حداد كان في المعتقل في الفترة دي، معتقل الواحات، وكان مسجون معاه الفنان محمد حمام، هذا الفنان المصري الشجي الجميل الذي التقطه هذه القصائد ولحنها، وكان بيجتمع مع المساجين عقب الإفطار في السمر اللي كانوا بيعملوه كل يوم، ويسمعهم هذه القصائد. ومن ضمن الحاجات اللي كان يعني الأغاني اللي كان بيغنيها لهم أيضا، أغاني كثيرة كتبها له فؤاد حداد وهو في المعتقل، فطبعا كانت سهرية جميلة جدا.
وكانت رغم صعوبة السجن إلا أنهم بالفعل استطاعوا أن يخرجوا خارج جدران هذا السجن بهذه الألحان الجميلة، واتنشرت في ديوان بنفس الاسم بعد ذلك. هذه التجربة المهمة جدا. عمنا فؤاد حداد كان ليه بصمة مهمة جدا في إنه بالفعل كانت قصائده مصرية حتى النخاع، ولم يكتفي بأنه كتب باللهجة المصرية فقط، هو كتب أيضا قصائد باللهجة الشامية باعتباره أحد يعني الشوام وأحد مواليد الشام، وأيضا ترجم، قام بترجمات مهمة، ومن أهم الترجمات اللي أنا قريتها أيضا في صبايا ديوان أراجون اللي هو عيون إلزا، وهو ده من الدواوين المهمة جدا اللي ترجمها عمنا فؤاد حداد. ويمكن هو الشاعر، أول شاعر كتب في بطاقته الشخصية المهنة شاعر، قبل أن يستحدث اتحاد كتاب مصر ويضع أن المهنة تبقى كاتب وشاعر وناقد وغيره من هذه المهن، ما كانتش موجودة زمان، لكنه أصر أن يسجل في بطاقته الشخصية المهنة شاعر، لأنه ما كانش يعرف حاجة في الدنيا غير أنه يكتب الشعر. وتوظف في روزا اليوسف بوظيفة شاعر، كان راجل عبقري بأمانة شديدة، وترك لنا مخزون كبير جدا من الدواوين ومن الأشعار ومن الأغاني. ويمكن من الحاجات الجميلة اللي احنا بنسعد بها في حياتنا الثقافية المصرية ان احنا بنسمع الكثير من اغاني عمنا فؤاد حداد من اصدقائنا الملحنين العظام اللي بيسعدونا، اللي هم اختاروا سكة الثقافة وانهم يعني يبقوا مطربين الندوات، وكان كل واحد منهم يستطيع بالفعل ان هو يبقى نجم في الحياة الفنية، لكنه اختار رسالة الثقافة. محمد عزت وأحمد إسماعيل وحاتم عزت وعلي إسماعيل وغيرهم من المطربين والملحنين الذين يؤمنون إيمانا كبيرا بقيمة الثقافة المصرية والفن المصري. إحنا بنشكرهم من خلال هذه النافذة على ما يقدمونه، لأنهم أبطال فعلا للحياة الثقافية والفنية. أنا اخترت بعض القصائد اللي لقيت فيها الروح الطفولية زي أنا ما قلت، وهقراها على حضراتكم لكي تكتشفوا قد إيه كان عمنا فؤاد حداد شاعر من الشعراء الكبار جدا. بيقول: كان عندي طاقية شقية شقية، من شقاوتها بقت طرطور طرطور، اعرض العرض وطال الطول طال طول. كان عندي طاقية شقية شقية، من شقاوتها بقت طرطور طال طول. انا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراسي، وسألت عن الطور العاصي، العالم قال لي ما تدور دار دور، وانا عندي طاقية طاقية شقية، من شقاوتها بقت طرطور. الى اخر هذه القصيدة الطفولية الجميلة التي تقوم على الغنائية العالية وعلى المفردات البسيطة وعلى الشقاوة وعلى روح المرح. بالفعل شاعر كبير جدا. ايضا قصيدة بتقول: القطر يقول تش 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 تش، أنا قطر سعيد بحكي حكاية وبغني وبضحك ضحكاية، كل الدنيا ترد معايا مش سامعك ياللي ما بتردش. القطر يقول تش 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 تش، أنا قطر وعامل
من صغري، أطلع بشويش وأوصل دغري، أنا أعرف أعدي على الكوبري من غير الأرض ما تدشتش، القطر يقول تش 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 تش. الله على الصوتيات الجميلة، ودي ميزة كبيرة جدا من مميزات شعر الأطفال، هذه الإساطة أو هذه الصوتيات اللي بيحبها الطفل وبيرددها، وزي توت 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 وغيرها من هذه التيمات الشعبية اللي قدر إن هو يوظفها عمنا فؤاد حداد، وإحنا بعد كده كلنا استخدمنا هذه التيمات بعد هذا الرائد الكبير، رائد شعر العامية المصرية. أيضا في أغنية يعني شهيرة جدا بتقول تعالى نلضم أسامينا، الفلة جنب الياسمينة، إنا سوهاج الإسماعيلية، بنت الصعيدة بحرية، الأقصر غزالة محنية، في اسكندرية ترسينا، وأنا رشيد ودمياطي، أخدك يا منصور رباطي، وأغني وأرقص صنباطي قبل القمر ما ينسينا. الله الله الله، طبعا دي مشهورة جدا، وبيغنيها صديقنا الفنان المبدع علي الحجار أو عماد عبد الحليم على ما أعتقد، حد منهم مش متذكر للأمانة بالضبط. ويعني عمنا فؤاد حداد له عدد كبير جدا من الدواوين، أحرار ورا القضبان، وحنبني السد، والعمال والفلاحين، والمصحرات، وكلمة مصر، ومن نور الخيال، وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة، واستشهاد جمال عبد الناصر، والحضرة الذكية، عدد من ضخم من الدواوين إلى آخر هذه الدواوين. طبعا في عدد كبير جدا من هذه الدواوين. وفي محطة مهمة، وهو أيضا في معتقل الواحات تقابل مع الشاعر متولي عبد اللطيف، وكتبوا تجربة ديوان مشترك اسمه الشاطر حسن. ده أيضا كان في المعتقل بيغني محمد حمام للمساجين في رمضان وغيره. دي تجربة كانت مهمة جدا من التجارب اللي التقى فيها فؤاد حداد بمحمد حمام، وعملوا تجربة من التجارب المهمة. وطبعا الشاطر حسن ده أصبح بعد كده ديوان من دواوين عمنا الشاعر الكبير فؤاد حداد. هو طبعا اكتشف جواهر التراث الشعبي، وقدر بالفعل ان هو يصخه في اشعار جميلة جدا، وفي صور رقراقة، وصور تشعر فيها بالروح المصرية والروح العربية. وهو كان محافظ جدا على القومية العربية في اشعاره، واستطاع ان هو يعمل سبيكة من الصور ومن المشاهد الشعرية التي أبهرتنا نحن شعراء العامية المصرية، وأصبحنا نقتفي أثر عمنا فؤاد حداد، هذا الشاعر الجبل كما أحب أن أسميه، هذا الشاعر الكبير. وأحب أختم هذه الحلقة بهذا الجزء من أشعاره، حينما يقول بلدي حبيبي يجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشطين بلح زغليل، ومشيت مغمض هداني من نفسها دليل. الله عليك يا عم فؤاد يا حداد، يلي علمتنا فعلا أصول كتابة شعر العامية المصرية وحببتنا فيها، وإحنا لازلنا بنستقي من روافدك الكثيرة الكثير والكثير. عشت ودمت لنا. وهو عنده عيلة شعرية، ابنه الشاعر الكبير صديقنا أمين حداد، اللي اسم كبير جدا أيضا في عالم شعر العامية المصرية، وحفيده
أحمد حداد ابن أمين حداد، أيضا من شعراء العامية المرموقين جدا، واللي احنا اكتشفناه وهو عنده 18 سنة تقريبا، وكان عامل ديوان اسمه الورد اللي طالع، أنا قريته وعجبني جدا. تحية لأحمد حداد، وتحية لأمين حداد، وتحية لعمنا الكبير قوي الشاعر الرائد فؤاد حداد. شكرا لحضراتكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، عمتم مساء، انتظروني يوم الثلاثاء المقبل الساعة 5 في نافذة جديدة.